بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع ذهبك. قناتنا بتهتم بالصيانة وحل المشكلات اللي بنقع فيها في جميع الأجهزة المنزلية، سواء إلكترونية أو أجهزة منزلية، تسجيل، مسجلات مثلا، يعني كشافات إضاءة، لمبات إضاءة، ممكن برضو سباكة، نجارة، ابتكارات، سن بعض المعدات وعدم رميها واستخدامها لمرات عديدة. يعني قناتنا قناة متعددة، ما بتهتمش بحاجة معينة. احنا عايزين نحل مشكلات اللي بتواجه الأسرة، أو وممكن العادي يستغنى عن الفن في حاجات بسيطة، إلا إذا بقى هو إيه اتعلم حاجات كتير واتعلم مهارات ورفع مهارته، حتى لو في جهاز معين أو في معدة معينة. لأن أنا ممكن لو تتبعت عطل معين، جهاز معين عندي، هتبقى إن شاء الله أستاذ فيه. الغسالة دي يا جماعة غسالة يونيفرسال. دلوقتي النهاردة نحل مشكلة الصرف. ساعات يا جماعة يعني ما بتصرفش المية بسرعة أو ما بتصرفش خالص. نستخدم مفتاح التصريف ده كده التصريف، كده في وضع التصريف، كده في وضع إن هي ما تصرفش، ونملى مثلا الغسالة مية. نيجي نعمل كده عشان نصرف المية، خلصنا خلاص، ما بتصرفش خالص او بتصرف ببطء وبتاخد وقت كتير. طبعا دي زي ما احنا شايفين المفتاح دي او الاكره دي متصله بمحبس، في محبس داخلي اللي هو محبس التصريف او حنفيه، زي فكره الحنفيه كده يا جماعه، بجلده بتسد الفتحه وبنرفعها تروح فتح الحنفيه او فتح المحبس يشتغل عادي. طبعا اكيد في حاجه هنا في المنطقة دي بدل ما بيصرفش أو بيصرف بطيء. ممكن يا جماعة تكون المفتاح ده مكسور، أحيانا بيكون الأكرة دي بتلف على الفاضي فما بتحركش المفتاح. طبعا الحل إن أنا أغير الأكرة دي بأكرة سليمة، أو كان العيب في تحت يا جماعة في اللي هو المفتاح ذات نفسه، يكون مكسور أطرافه اللي هي بتتصل بالأكرة الخارجية دي مقرطمة. فطبعا ده محتاجة فن شوية، لأنك هتفك الإيه؟ هتفك أجزاء الوش الفوقاني ده عشان تقدر توصل للمفتاح. طيب أحيانا كثيرة بيبقى العيب من المحبس تحت، وده سهل جدا إنك تعمله، وهنوريكم دلوقتي إزاي. نشوف من ورا كده ونفتح الغسالة ونشوف ازاي البساطة في عمله، وازاي هنخليه يصرف عادي ويشتغل عادي. نفتح بقى الغسالة اهو يا جماعة، زي ما احنا شايفين كده، ده الغطاء بتاع الغسالة من ورا كده، ليها 3 مسامير اهو. يمكن انا عاملها بمسمار واحد عشان ايه، ابقى من وقت للتاني بشوف فيها اي حاجة. بنخلع يا جماعه كده اهو، بيظهر لنا بقى ايه المكونات من الداخل. زي ما احنا شايفين كده يا جماعه، ده السلك او الواير. نقرب الصوره كده شويه اهو يا جماعه، اهو نعمل زوم شويه كده. ده يا جماعه السلك او الواير اهو، ده اللي متصل بالمفتاح، متصل بالمفتاح الفوقاني اللي بيتحكم في المحبس ده. ده هو يا جماعه المحبس، في المايه جايه اهي في ماسوره، الماسوره اللي هي اللي تحت دي يا جماعه اهو، نجيب احسن كده. ادي يا جماعه الماسوره اللي جايه من الحله بتاعت الغسيل اهي، وادي الناحيه الثانيه ماسوره جايه من بتاعت الشطيف دي او بتاعت التنشيف اهي كده، وهما الاثنين بيلتقوا في المنطقه دي اهو. يبقى اللي هنا اللي بيصرف الجزء المشترك اللي هي الجزء ده
اهو يا جماعة، طبعا هنا بتكمن المشكلة. فطبعا هنشوفه ايه السبب في المشكلة دي، وهفكها كده واقول لكم ايه السبب مع بعض دلوقتي. اهو يا جماعة هنمسك كده زي ما احنا شايفين دي. اهي يا جماعة طبعا هنطلع نسيب السلك ده نسلكه اهو من هنا كده، نفك دي كده يا جماعة اهو، نفك دي اللي بيربط على المحبس او اللي بيربط على ايه. اهو يا جماعة كده شوف المجموعة دي، نخلي بالنا في سوستة اهي. بصوا هنطلع كده، دي عاملة زي جلدة الحنفية يا جماعة، دي عبارة عن جلدة حنفية بتضغط على الفتحة دي وتمنع التصريف. ماشي، نيجي الواير ده نشده لفوق كده بواسطة المفتاح اللي فوق اللي هو بتاع التصريف، يروح ساحب الجلدة دي ويسمح بالتصريف. احيانا يا جماعة دي لو دي متقطعة هتخلي المية تسيب على طول وتشتغل على طول، مش هتسد الفتحة بتاعت ايه؟ بتاعت المحبس. طيب لو هي سليمة، طلعناها لقيناها سليمة يبقى وما بتصرفش، يبقى العيب فين يا جماعة؟ العيب هنا كده يا جماعة، وهوريكم العيب فين. اهو يا جماعة طبعا هنعدي الحاجات دي كلها من الغطا ده والجزء الحديد اللي ماسكها اهو، بعد كده هنحطها كده عادي زي جلدة الحنفية اهو كده يا جماعة، ونقوم بربطها. وبعد كده اهو يا جماعة نتأكد ان هي ربطت على الايه، على اخر رباط عشان ما تسربش مية، لأنها تسرب مية من فوق من هنا من الفتحة دي كده. اهو يا جماعة كده ونربط عدة ربطات اهو اهو كده يا جماعة اهو بقى مية مية. بعد كده بقى ايه نشد، شوف شدها جامد يا جماعة برضو عشان ايه الجلدة تروح ضغطة تحت. طبعا اذا كانت اللي بتسرب على طول يعني معناها الجلدة دي مش نازل تحت وقافلة المحبس دوك، فطبعا نشوف ايه السبب، هل السلك مقطوع مثلا او هي مرفوعة على طول في وضع الايه في وضع الشد، فلازم نشوف العملية دي. يعني هي فكرتها جلدة بتسد البلف ده او بتسد المكان ده عشان يمنع نزول المية، بنتحكم فيه بواسطة هذا السلك اللي هو واصل للمفتاح الفوقاني. طبعا بعد كده هنملاها مية وروح منزلين ايه بقى المية مرة واحدة عشان لو في اتربة في اي حاجة تروح نازلة للصرف. ارجو ان اكون وضحت العملية، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا انا كمان يا جماعة يجب تنظيف مجرى التصريف، ممكن يكون فيه جناهات مسامير سوست تراكمت مع الأتربة وعسدة المواسير دي، فيجب تنظيفها جيدا قبل طبعا غلق الجلبة دهيك أو اللي هي الغطاء. جميع المكونات بتاعة الغسالة دي يا جماعة موجودة في شارع نجيب الريحاني في محل اسمه العبودي وشارع كلود أرجو أن أكون وضحت الفكرة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.